القيام يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون، إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا علما من الأولين لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فخر راكعا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الله أكبر الله أكبر فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي هب لي قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله سبحانه وتعالى in his book addressing to us saying اعملوا ما شئتم، do whatever you want، إنه بما تعملون بصير. He's watching everything. A believer pondering on this ayah should have an effect on us, because we have been reading قَالَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ is a book that we have sent down full of blessing, full of barakah. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. What is the reason of sending the book? What is the purpose of sending the book? أَتَّدَبُّرُوا, to contemplate, to ponder, to understand. قَالَ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. And for the people of understanding and reason, they will be reminded to give them the path, or the element of the right path, of the soundness of the steps that one is required to do in order to get to the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. The believer seeing, listening to Allah subhanahu wa ta'ala telling us, do whatever you want. This is must really have you to fear Allah. Must you to be like scared? Because it's not like do whatever you want, it's fine, you are forgiven. No, do whatever you want, Allah is watching. And subhanAllah, the fear, it's a requirement. It is, you know, we talked about it many times, but tonight let's think about the fear is a necessity. It is a necessity, and it is the condition for the soundness of Iman. If you don't have fear of Allah, if you don't have fear of the hellfire, if you don't have fear of what is going to come next to you, you know that Allah subhanahu wa ta'ala has decreed, are you going to end your life as a believer? A person might end his life as a disbeliever. So that fear, it is a necessity, it is a condition for the soundness of the Iman. And the Prophet صلى الله عليه وسلم in a hadith قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من خاف أدلج, it is the Prophet ﷺ given a parable that an army usually in the society at that time, they always attack in the night. So someone, if he knows that there is an attack, he will, you know, try, he fears, then he'll hasten their pace to get to their destination before the night. So the Prophet ﷺ gives us this example, has someone, he need to be serious. So imagine, you think that there is an attack is going to happen and you want to get to your home before anything happens, before the night comes. So at that time of the, you know, the when the dusk or before that, you're going to hasten your pace to get there. So this is how the Prophet ﷺ gives us the parable of a believer, or the example, how you have to always hasten your pace. It requires focus, it requires fear, it requires determination, how a person will be able to get to his and her destination safe from Allah subhanahu wa ta'ala, safe, you know, meaning getting the, insha'Allah ta'ala, the pleasure of Allah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, as you can hear him saying in the Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala said, قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Say, I fear if I disobey Allah, the punishment of a grievous penalty, a tremendous. This is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They wish to try to, you know, have you to change some of what we have revealed to you, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah subhanahu wa ta'ala gave him the whole firmness. But he said, if you have done, we'll have then tasted you, have you to taste the double punishment of this life and the double punishment in the hereafter. So this is the best of the creation, the best of the worshipper ever. His Allah subhanahu wa ta'ala talking to him in this way to say there is no favoritism in a way like, okay, you are good, now you get to that position, you are safe. No, no, there is no such a thing. There is no such a thing. That's why subhanAllah in these days, let's increase our dua,
let's increase our submission, let's increase our persisting in the dua, because the closer you are to Allah subhanahu wa ta'ala, it will be Allah subhanahu wa ta'ala will regard you with more mercy, with more barakah. Because it's not about you became believer, then you became like the favored one. No, no. Becoming a believer is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, you have to continue to increase in your belief, asking Allah subhanahu wa ta'ala to give you the firmness on the guidance. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you always be mindful of all these elements. Therefore, the fear is something that it need to be in our heart. How can we create it? How can the word created, Al-Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala said, how can you make it to be born into you? Tatawalladu, tatawalladu. So he said, rahimahullah ta'ala, from three aspects. Awalan at-tasdiqu bil-wa'id. At-tasdiqu bil-wa'id. The first aspect. What is at-tasdiqu bil-wa'id? We have to believe in what Allah subhanahu wa ta'ala put as threats into the Quran. Read the Quran. Some of you, if you truly read, you might not be even bear the reading. When a person, he will be asking to drink in hellfire, what are they going to give him? Fresh water? Fresh water is gone in the dunya. The kafir, he will drink the fresh water here only. That's it. No fresh water. قَالَ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ. A boiling pass with rust, trying to sip it, he could not pass it, and he feels death attacking him from every side. And he's not going to die. One ayah this is. So this is how you create the fear. When you read and you contemplate. Yesterday in Surah Yasin, هَذِهِ جَهَنَّمْ. You know what it means, Jahannam? Do you have an idea about Jahannam? Jahannam, قال, it has been fueled for 1,000 years till it became red. Then for another 1,000 years till it became blue. Then for another 1,000 years till it became dark. Flame, black. So its flame is black. Dark. When the Prophet ﷺ one time, they heard the big noise that really terrified him. And Jibreel with him, he said, what this is, Jibreel? He said, this is a stone that has been thrown in hellfire 70 years ago. 70 years. And then this Jahannam, when it comes, it has a roaring. It has like, subhanAllah, almost is going to burst out of anger. Why? Because it's representing the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's going to be brought by, subhanAllah, it has 70,000 rope or like place from where it's going to be dragged. And every rope it has, subhanAllah, 70,000 angel dragging it to bring it in front of the humankind and the jinn kind, this weak people. That's why قَالَ هَذِهِ جَهَنَّمْ. This is what we've been promised. This is Jahannam. Dear brother, respected sister, seeing Jahannam is a punishment. I mean, Ibrahim al-Khalil fall on his knees, يَقُولُ نَفْسِي نَفْسِي. Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, the friend of Allah, will be saying, نَفْسِي, يَا اللَّهِ, save me, يَا اللَّهِ. This is a reality. This is a truth. So when we're talking about the fear, it's talking about something real. It's not like you go to a horror movie, people, they get scared, they scare themselves, and then they come out like, you know, they feel good. No, no. This is not going to happen. The death, who owns death? Allah, right? Allah owns death. The death is going to come in an image of a ram, and it's going to be put on the subhanAllah, on the divider between the heaven, the paradise, and hellfire. And he's going to be slaughtered. This is the death. The death is going to be slaughtered. And he said, Khuludun Ahlul Jannah. Khuludun. For eternity, people of paradise. They feel so good. There is no death anymore.
And then for the people who are on fire, قال خلود أهل النار. There is no going to be died there. That's why قال لا يموت فيها ولا يحيى. لا يموت فيها ولا يحيى. وقال الذين في النار ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Call upon your Lord to give us a break, even one day, one moment. قالوا ولم تكن تأتيكم رسولكم بالبينات. Have you not your messenger came to you with a lot clear proof? They said, قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين في ضلال. Call and make dua and supplicate and cry. Your dua is not heard. Your dua is in perdition. Your dua is lost. They will be screaming for thousands of years, and they turn to the sheep of Jahannam, Malik. Malik, he's the chief guardian of Jahannam. He's programmed, he does not smile. The only one who didn't smile to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in his al-Mi'raj. He told him, who is Jibreel? He said, that's the chief of guardian of hellfire. He cannot smile. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. And they called, O Malik, let your Lord give an end for us. يَقْضِ عَلَيْهِ, to kill us, to have us an end, to have us die. They're going to happen. وقالوا يا مالك ليقضي قال إنكم ماكثون. You're going to stay there. Truth had came to you and you were hating the truth. طيب, this is the guardian of hellfire, could not do anything. The chief guardian of hellfire, who remained? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. They start to scream. قال وهم يصطرخون فيها. استراخ. I mean, if you read the Quran closely, that is really scare you. Scare you in a good thing, it's a good way. Scare you to help you be, you know, not to transgress. Scare you to not oppress. Scare you to help you be humble. Scare you to help you be mindful. Scare you to be a dedicated, righteous believer. That's what is scare you. Not to scare you like it's going to take a hope away from your heart. No, scare you to make you a good believer. They will be yastarikhuna for thousands of years. And they said, قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. We were like very bad people, ya Allah, and things. So, and we were like astray. أخرجنا منها. Ya Allah, take us out. And if we become again transgressor, cast us again in hellfire. فإن عدنا فإنا ظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala does not answer them. But when he answered them, they wished that he didn't answer them. Allah will say, as he said in the surah of Al-Mu'minun, اخسأوا فيها ولا تكلمون. Be destroyed there. Do not talk to me. It is a sign for the angels that no one's gonna get out from hellfire, that when hellfire is locked, قال عليهم نار مؤصدة, locked. That's it. For these, dear brother, respected sister, it's a reality. It is the truth. This is what you're going to live into your next life, which is gonna come soon. It's tomorrow. For the fear that we have to build it, so it helps you. Really, it's going to correct your perception. It's going to correct your basira. It's going to correct many things. The two other aspects, in brief, al-aqiba, how are you going to end? For this reason, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when you go to pray, pray it as a farewell prayer. When you go to sleep, you might not wake up. Ask Allah subhanahu wa ta'ala, as the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us, Ya Allah, you're going to take my soul if you keep it. Ya Allah, had to join the righteous people and have blessing on it, Ya Allah. And if you bring it back, you've sent it back, so help me to be one of the righteous. This is how the believer should live. And you see it. And you see it, how many people are dying every day, how many accidents, how many. And you see, you know, the closest to us now in our heart, our people of Gaza. How they bombed here, they did this, those killer, transgressor, alayhim la'natullah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم تدميرا شاملا جميعا. So you see it. And the third one, if you had made a sin in the past, do not forget about it, remember it, reflect. قال الجناي, you don't know, because everything that you have done and everything that you are going through, some difficulties, remember, remind yourself that you have done something bad.
You might not even aware about it. Why? Because we have a lot of darkness in our heart. You might have looked at the person, stared at that person, and that person gets so hurt and you don't even know. You might even cross someone and tell you like greeting you, a nice greeting, say assalamu alaikum, and you ignore them. And that, subhanAllah, it has an effect in your life, in your step, in your rizq. All those small things. And all those small things, you're going to see them in your book. قالوا يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. What happened to this book? Does not miss anything. الإمام الغزالي in his book, he said, even when you hold your friend, like, you know, grab him from the back and he was not, you know, pay attention, he feel hurt. That is going to find it in the book. You need that brother to ask him, can you please forgive me that one? Why if you don't find that brother? So it's going to be a sin there. You see, dear brother, respected sister, how our life, it needs our attention. Not the life, the materialistic life. That's Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, will help you take care of it. But the spiritual life. Is it not spiritual? That's something that you don't touch, that does not exist. That what make you as a servant of Allah, believer. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us, give us the rushd and make us from the rashideen and to the salat, yarhamukumullah. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تنزيل الكتاب
الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Resuming إن شاء الله round 3 بإذن الله تعالى for the تهجد. بارك الله فيكم.